السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأغرب السرقات التي وقعت في المساجد في أماكن العبادة. في هذا الفيديو الأول غادي نشوفوا هذا الشاب هذا اللي يدير راسه على أنه كيصلي وكاين حدا هذا الصندوق ديال التبرعات. لاحظوا فاش سال الصلاة بدا كيشوف الصندوق وكيطلع عليه، يعني خطط باش يسرق الاموال اللي كاينه في هذا الصندوق. هذا هنا راه كيجبد شي حاجه من الجيب ديالو. لاحظوا هنا شاف البلاصه اللي مسدود منها هذاك الصندوق، مشى وغادي يعاود يرجع غيجيب واحد الاداه باش يفتح هذاك الصندوق. لاحظوا راه تمكن من الفتح ديالو وغادي ياخذ بعض الاموال بسرعه وغادي يمشي، لكن كيبان على ان هذاك الشيء اللي خدا ما قنعوش وغادي يعاود يرجع، يعني كيبان على انه خائف غيعاود ياخذ مره اخرى. ثم ايضا غادي يرجع المره الثالثه وغادي ياخذ هذاك الشيء اللي باقي، كاع هذيك الاوراق النقديه كامله خداها. في هذا المقطع الاخر غادي نشوفوا واحد الشخص اللي كيسرق الاحذيه من المساجد. هذا صاحب اللباس الاحمر لاحظوا على انه جيب معاه واحد الساك، لاحظوا على انه حط الصنداله ديالو او الحذاء ديالو وغادي ياخذ حذاء اخر. هذاك الحذاء الاخر اللي خدا دارو في هذاك الساك والحذاء تاعو هزو باليد ديالو. هنا كتبين الكاميرا على انه دخل المسجد، هنا وضع هذاك الحذاء ديالو والساك، وفي نفس الوقت كيشوف تما واش كاين شي حذاء لي غالي او شي حذاء اللي ساوي الثمن. لاحظوا هنا كيدير على انه بحال كيقاد شي حاجه. هنا غادي يدخل المكان الخاص بالوضوء، كما كتلاحظوا على انه دخل هذا المكان ديال الوضوء. ها هو، يعني الكاميرا شداتو في جميع البلايص، جميع الاماكن صورته الكاميرا. هنا غادي يجلس باش يتوضا، يعني بحال هذا النوع هذا كيدخل المسجد من اجل السرقه، اش من وضوء واش من صلاه. هنا راه كيتوضا، ربما حتى الوضوء ما الى لاحظتوا ما يعني ما توضاش بشكل صحيح، والله اعلم. مباشره الوجه، يعني ما دارش كاع الانف تاعو، ما غسلوش. يعني توضى بسرعه ما كاينش دقيقه، غادي ينوض. هو فقط راه كيفكر غير من اجل السرقه، كيفكر غير شنو غادي يسرق. هنا كيشوف الاحذيه واش كاين شي حذاء اللي غيعجبو اللي عارفو على انه غادي يبيعو ثمن، او هنا كيقلب على شي حذاء اللي كاين في الكيس. هنا ما لقاش، يعني بحال هذا ما كيصليش الصلاه كامله، يعني كيصلي غير واحد الركعه او جوج وكينوض باش ياخذ هذيك الاحذيه اللي بغا وكيمشي كيخرج من المسجد. مازال كيشوف واش كاين شي حذاء اللي دير الثمن. هنا ما بان ليه والو غادي يمشي. هنا راه خدا هذاك الشيء اللي بغا وها هو خارج من الباب ديال المسجد. هنا ايضا غادي نشوفوا سرقه الاحذيه. لاحظوا هذا الشخص هذا وضع واحد الحقيبه ديالو او واحد الصاك ديالو هنا في المكان اللي كيتوضعوا فيه الاحذيه. لاحظوا على انه خلى الناس حتى سجدوا وغادي ينوض من بلاصتو وغادي يمشي. خدا الاحذيه اللي بغا دارهم في الصاك ديالو وغادي يغادر المسجد. هنا بان لي واحد الشخص جاي دار راسو بحال بغى يصلي وغيعاود ياخذ الصاك تاعو وغادي يغادر المسجد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جوج ديال اللصوص اللي غادي يدخلوا لهذا المكان اللي ساكن فيه المؤذن ديال المسجد
وغادي يسرقوا دراجة نارية ديالو. هنا فرصة باش ما نخلوش الأبواب ديالنا مفتوحة ونردوا البال من اللصوص. فهاد المقطع الآخر غادي نشوفو هاد صاحب التيشورت الأبيض والسروال الأحمر، هنا بغى يسرق هاد الدراجة النارية اللي متوقفة أمام المسجد. لاحظوا على أنه كيدير بحال اللي كيشوف شي حاجة في الهاتف، يعني لس قرر أنه يسرق الدراجة النارية. ما غيكتفيش فقط بهاد الدراجة النارية، بل أيضا غيقوم بسرقة حذاء من هذوك الأحذية اللي موضوعة أمام المسجد. لاحظوا هنا الخطة، وضع الحذاء ديالو هو، يعني ودار بحال بغى يدخل، ما غاديش يدخل، غادي يرجع وغادي يلبس حذاء آخر. لاحظوا يعني خدا حذاء آخر، كيدير على انه بحال كيتكلم في الهاتف، بحال صونا ليه شي واحد ورجع بغى يهضر معاه، يعني راه مرتبك كيتسنى الفرصة المناسبة اللي ما غاديش يشوفوا فيها شي واحد، يتسنى الفرصة باش ياخد الدراجة. يعني ما ردش البال الكاميرا على انك تصوره، رغم انه تيبان شوية بوضوح، يعني يوهم الناس على انك يتكلم في الهاتف. هنا غادي ياخذ الدراجه، لاحظوا كيفاش الطريقه باش خداها، وغادي يغادر المكان. يعني قام بسرقه حذاء وسرقه دراجه هوائيه. في هذا الفيديو الاخر غادي نشوفوا جوج ديال اللصوص كيديروا واحد الخطه غريبه باش يسرقوا الناس. لاحظوا على ان واحد كيوقف في الباب ديال المسجد، هما راه متفقين، وكيعرقل دخول الناس، بينما الشخص الاخر صاحبه كيقوم بسرقه الاغراض اللي موجوده في الجيب بسرعه، كيسرق داك الشيء اللي كاين في الجيب ديال هذاك الشخص بسرعه وبخفه. هنا راه واقف الباب، لاحظوا صافي راه صاحبه راه سرق داك الشيء اللي بغى. هنا غادي نوضحوا السرقه اكثر كيفاش كتم. لاحظوا معايا هاد السيد هذا هو اللي غيتسرق، ثم هذا هو السارق، وهذا هو صاحبه. لاحظوا على ان واحد فيهم كيسبق كيوقف في الباب باش كيمنع هذاك السيد ما يدخلش، ثم صاحبه كيجي وراه وكيسرق ليه داك الشيء بسرعه. لاحظوا هنا كيفاش كيرفع الحقيبه او الهاتف بسرعه بيد، وكياخذو بيد الاخرى. هنا صافي راه قضاو الغرض، تمت السرقه. صاحبه هنا غادي يخرج، وهنا راه تمت السرقة. كنظن على أن هذاك صاحب التيشيرت الأسود شافهم، هنا راه سرقوا وغادي يرجعوا غيخرجوا. لاحظوا كيفاش كيرفع الحقيبة أو الهاتف من الجيب بخفة وكياخذوا باليد الأخرى. هنا صافي راه تمت السرقة، ومتفق هو صاحبه يعني مزيان على الخطة، ومدربين عليها أيضا، يعني خفة يستعملوا الخفة. يعني لاحظوا مزيان هنا من زاوية أخرى، هذا هو اللص اللي كيسبق كيوقف في الباب، وصاحبه راه اللور، يعني كيتسنى صاحبه حتى كيجي كيسبق هو الباب. صافي راه تمت السرقة، هنا هما خارجين. خاصك ترد البال في المكان اللي كيكون فيه الازدحام. هنا من زاوية أخرى لاحظوا هذا هو اللص اللي كيوقف في الباب، هو كيدير بحال اللي كيشوف شي حاجة، كيعرقل دخول هذاك الشخص الآخر اللي بغى يتسرق. صاحبه كيستخرج الحقيبة أو الهاتف بسرعة من الجيب بخفة، وكيمشو لمكان آخر أو لباب مسجد آخر.